على الكلام اللي دار بين الطرفين. والله طبعا انا اشوف كرأي محايد. لا انا كرأي محايد لاني والله انا حتى المعلومات هذه والتسجيل والله ما ادري الا الان انا. لكني انا بتكلم من جانب اخر. ما يحدث في الرياضه السعوديه الان هذا يؤكد ان احنا مثل ما قلنا قبل 8 شهور او 9 شهور ان احنا يجب ان تجرى الانتخابات العاجله ان شاء الله في شهر رمضان القادم بعد ما تصاغ الانظمه حتى يصل لهذه اللجان وفي لرئاستها ولأعضائها من هو الأجدر، من هو الأفضل، من هو الأكفى. الآن الحمد لله رب العالمين المملكة العربية السعودية تعتبر الآن هي رائدة في مجال العلم والتعليم، في أكثر من 100,000 شاب وشابة خارج المملكة، بعضهم بدأوا يعودوا في البرنامج الكبير لخادم الحرمين الشريفين والجامعات. الآن ما يحدث قبل 30 سنة غير. الآن نريد انتخابات من أجل أن يصل الأجدر والأفضل بدلا من ما يحدث الآن. هذه ما يحدث الآن فوضى. التسجيلات اللي قاعدة تطلع، التسجيلات الصوتية اللي قاعدة تسجل، المكالمات اللي قاعدة تظهر كل يوم والثاني وتستخدم في المواقع الرياضية وبعض الصحف وبعض البرامج، يا اخي انا مثلا زي التسجيل انا ما سمعته، بس انه مثلا شوف يا حبيبي ترى فيه قرارات وانظمه يصير فيه ممكن اي شيء يصير زي هذا، شيء في شيء يسمى شكوى كيديه. صاحب الشكوى الكيديه هذا اذا لم يستطع اثبات اي شيء هو قدمه ترى ممكن يتجازى جزاءات كبيره. وفي واحد اثنين يتكلمون مثلا يجيبون طاري الاخ سلطان المهوس ويقولوا خلاص سلطان المهوس وراه، هذا كلام مو طيب. والاخ سلطان مهوس انا قلت لك انا اثق فيه ثقه عامه. ظاهره التسجيلات المسربه الان في اكثر من شخصيه، احنا شفنا الكابتن يوسف الموينع، شفنا في تسجيل كمان طلع الامير بندر بن محمد، في تسجيل طلع الامير ممدوح بن عبد الرحمن الان في تستخدم اي. ما يخالف رسمها ظهر. انا اتكلم على هالتسجيلات، يعني احيانا يكون في مكالمه بين اي شخص وبعدين تتفاجئ التسجيل قاعد يطلع في مواقع الانترنت. اخلاقيات الانسان هي التي تحدد هذا الشيء. تركي للاسف التعاونيين بلعوا الطعم الرائدي فقط لا غير. الرائديون يريدون تقمص دور المنتصر ونجحوا في ذلك. طيب احنا راح نجهز التسجيل عشان ما اعتقد انه واحد زي الاخ احمد العميم، انا ما اعرفه اول مره اسمع فيه، انه يصل انه بعد برضه يعني اعطوه الان اعطوه هاله. يجب لا هو يجب عليه بعد هالة. بعد في تصرفاته يجب ان يراقب الله، مو يجي يعني يجي هو يريد الإغاظة فقط بس لا لا. طيب. بس برضه يعني فانا اعتقد واعود واكرر انه تسجيلات اللي انت ذكرتها ليست هذا سلطان مهوس ذكر اسمه يعني اقحم. طيب. لكن هذيك تسجيلات صوت راح نحاول اذا التسجيل موجود اللي كان موجود على موقع جول اون لاين راح ناخذ التسجيل ونعرض عليكم اذا جهزك. خلينا نتكلم عن موضوع ثاني، خبر ثاني. جماهير الهلال تطالب إدارة ناديها بالتجديد لرادوي. جماهير الهلال علاقتها مع مير رادوي علاقة قوية جدا، لاعب مؤثر فنيا داخل الفريق، والجماهير الهلالية تطالب باستمرار. ابو فهد شوف بالنسبة احنا نتكلم لك عن رادوي اللاعب داخل الملعب مستواه كبير جدا، لكن حقيقة دائما يورط الهلال في قضايا ما هم كان المفروض انه يعني يتبعها. اذا استطاعوا الاخوان في ادارة الهلال السيطرة على تصرفاته من المؤكد انه حيكون هو فائدة فنية وركيزة من ركائز النادي. لكن للاسف الشديد هو عنده مشاكل. لو كنت صانع القرار وكان القرار بيدك تجدد الرادوي ولا ما تجدد الرادوي؟ اجدد الرادوي بشروط انه مثلا انه اذا خرج بتصريحات غير مسؤولة يعاقب عقاب مالي كبير. شوف أنا ضد سياسة أي شخص يبعد من الملاعب السعودية، هذه أنا ضدها على تماما. أنت ضد إبعاد اللاعب؟ أبعاد أي لاعب مستحيل. ها يجب أن كل شخص يرغب في العيش في المملكة أهلا وسهلا فيه. أنا أقولك أنه يتم التجديد بشروط أنه أي تصريحات غير مسؤولة يعاقب عليها عقابات مالية كبيرة، أي تصرفات داخل الملعب تسيء للعب النظيف يعاقب عليه ويستمر في الملعب. انت يعني انت ترى انه طبعا ما مطالبه الجماهير الهلاليه بتجديد رادوي مع حق محقه طبعا. سلطان اللاعب الان الاجنبي المميز الرائع هو عمله نادره في حتى في كل دول العالم. صحيح. اللاعب الذي يتاقلم ويقدم النموذج للاعب المهاري القائد هو ايضا عمله اكثر من نادره، فما بالك برادوي الان وهو يتاقلم على الهلال ويقود الهلال. لكن يجب ان يعرف رادوي ويجب ان تعرف جماهير الهلال ان الهلال رقم واحد والباقي رقم اثنين، هذا ما يجب أن يعرفه رادوي، لأنه الآن وفق تصرفاته الأخيرة ضرب وتعليقاته الأخيرة هو يعتقد أنه هو الرقم واحد ونادي الهلال رقم اثنين، وهذا غلط. الرائد عبر تاريخه لا يجلس لا يقف الهلال الهلال لا يقف على لاعب واحد، مر عليه نجوم كبار
من أفريقيا، من أمريكا، من جميع دول العالم، حقق بطولات آسيوية وإقليمية وعربية وخليجية. لا يجب، يجب أن يعرف رادوي أنه هو رقم اثنين وليس رقم. أنت تفكر في الرائد يوم قلت الرائد؟ لا، كان الموضوع أنا طويل عن الرائد والتعاون. طيب، بس أنه فنيا محقق جماهير، تظن صوتك أبو فهد أنه عند معها حق طالب رادوي، عند رادوي القدرة الفنية داخل الملعب أنه يتحكم بإيقاع الفريق الهلالي ويسيطر على أداء الهلالي. من يلقى في هذا الزمن، من يلقى لاعب يتأقلم ويجلس ويقود؟ نعم، هذا كلام صحيح. شوف، سمعة النادي، أنا أذكر الأمير، يعني أنا أشوف الهلال، أنا أعتبر أنه تأسس على مرحلتين، وأتمنى أن الهلاليين ما يزعلون من هذه، بحكم أني أنا متابع بعيد جدا للرياضة السعودية. التأسيس الأول كان على يد الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، لكن الفريق في الفترة هذه ما كان يحقق بطولات كبرى. لما جاء الأمير عبد الله بن سعد رحمه الله، عبد الله بن سعد بن فهد، هو اللي أسس الهلال الحالي اللي أنتم تشوفوه، بنى شيء إداري غير طبيعي. يعني أنا أذكر في مباراة الهلال والقادسية، لما خسر الهلال خرج 4 من لاعبي الهلال من رموز النادي، إبراهيم اليوسف، صالح النعيمة، ما أدري مجموعة ثانية، واشتبكوا مع بعض الجماهير التي عبرت عن غضبها على الهزيمة. الأمير عبد الله بن سعد رحمه الله أوقف هؤلاء النجوم وسجل عليهم انذارات وضمت إلى ملف كل لاعب، ما قال 4 لعيبة، أنا قال الهلال أولا، زي ما قال الأخ أبو عادل، الهلال أولا ثم اللاعب ثانيا. أنا أقول رادوي لاعب ممتاز، إذا استطاعت الإدارة الحالية في حالة وجود الأمير عبد الرحمن أو إدارة جديدة السيطرة على هذا الرجل، فمن المؤكد إلغاء عقده يعتبر تصرف غير جيد. استمراره أنا مع جمهور الهلال أن يستمر، ولكن عليه أن يعرف أنه يلعب في فريق له سمعة كبيرة جدا داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والآسيا، وعليه أن يحافظ على هذه السمعة. طيب، هذه وجهة نظري. خلينا نسمع التسجيل. شوف، جابونا التسجيل، تسمعونا، تسمحنا بفهد؟ تفضل. فرصة، احنا ما سمعنا. طيب، خلينا نسمع التسجيل، خلينا نشوف التسجيل الذي دار اليوم بين رائدي وتعاوني وأثار الضجة الكبيرة قبل الحلقة. نسمع التسجيل. ولا يمكن نجد الأخبار دي إلا في شيء صح على مدام هذا الوعد، إلا
ان الاتحاد السعودي يبي النجرة يبي الاحتجاج النجراني حتى النجراني. قبل ما نروح الفاصل سلطان تعليقك على التسجيل، احنا خلناه زي ما هو ترى اللي شفتوه، احنا ما لنا فيه اي علاقه، لا شلنا منه شيء ولا خلينا شيء، جبنا اللي موجود وعرضناه. سلطان والله يعني شيء يندلعه الجبين، يعني الرجل حتى تكلم عن ترى اشخاص يمكن انتم ما تعرفونه، مثل تكلم مثل عن رئيس نادي سابق اسمه ابو علي الربدي، يعني هذا رجل فاضل، فاضل جدا جدا، ليس له بهذه المشاكل وليس له بهذه الأمور وليس له حتى في أي مشكلة، رجل فاضل جدا، قديم كان رئيس نادي الرائد قديم والآن متقاعد، هو كان مربي أجيال، هو دخله في الموضوع، هو العميم يحاول أن يغيظ. أنت حاسس من المكالمة أنه كان يغيظ؟ جدا، أنا أعرف، أنا في مدينة بريدة وأعرف المجتمع هذا، هو حاول يغيظه بالضبط، يحاول ان يقول له ان احنا يا الريدويين انتصرنا عليكم وليس نجران، التعاونيين بلعوا الطعم. واحد الخلف يقول ليش مثلا المتحدث الاعلامي اسمه نادي التعاون يقول ليش يعني انت يا سلطان ما تتحرك وتقيم دعوه كذا؟ والله انا شوف انا يحز بنفسي اني اقدم دعوه او ان واحد قال باسمي، لكن انا سمعته انه ما اتهمني، هو اتهام، هو قال ان سلطان اكد ان الاحتجاج مقبول او كذا. نعم انا كتبت عندي صحيفه اسمها صحيفه عاجل الالكترونيه، وفق مصادر قلت قبل اسبوع من القرار، قلت انه القرار حيكون بقبول الاحتجاج. طيب. فيمكن فسروها انه والله السلطان يعرفه ومتداخل من الجانب، انا اعلام يا اخي، انفردت باشياء دوليه واشياء اسيويه، مو عاد ننفرد على احتجاج. كفو والله.